جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي علامات ومميزات المسيح الدجال، وفي أي البلاد يظهر، وهل يكون سلطانه على العالم كله؟ يظهر والله أعلم من المشرق من بلاد إيران، وصفاته كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أعور وأنه مكتوب بين عينيه كافر، وأعظم صفاته أنه كذاب دجال من الدجل وهو كثرة الكذب، فهو كذاب. ومن صفاته سرعة سيره في الأرض، ولذلك سمي بالمسيح لأنه يسرع في سيره في الأرض كالسحاب استدبرته الريح، فعاذنا الله والمسلمين من فتنته. هل يكون سلطانه على العالم كله كما يفعل؟ لم يرد هذا، وإنما على من يمر عليهم من العالم. نعم. على من يمر عليهم من العالم. اللهم استعان. ولعل فتنته على المسلمين أشد. اللهم استعان. نعم.